بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لكل المسلمين بما يذلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي.